بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس، أهلا وسهلا بحضراتكم. امبارح اتكلمنا عن الندوة المبكرة، النهاردة بنتكلم عن الندوة المتأخرة. وأنا في وجهة نظري المتواضعة إن الندوة المتأخرة بتكون أشد من الندوة المبكرة بكتير جدا، لأن لو جت طبعا بتحرق الأخضر واليابس، وخصوصا لو جت قبل 80 يوم بتبقى الأمور بصراحة صعبة جدا. المهم الندوة المبكرة المتأخرة آسف بيسببها فطر، ما والله الفلاح ملوه لازم ان هو يتعلمه، بس هو علمي بالشيء ولا حاجة مش هيفيده في حاجة، بيسموه الفيتوفثرة. الفطر ده هو يا جماعة بيشجعه الجو البارد، اول حاجة بتشجع الفطر ده هو الجو البارد، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين الرطوبة العالية، سواء الرطوبة هي توفرت من الندى، الماء الحر اللي بينزل على البطاطس الندى، او توفرت عن طريق سقوط الامطار، او توفرت عن طريق الري الغزير، او توفرت عن ان فيه جو ملبد بالغيوم وشبورة فترة كبيرة، وخصوصا في وادي النطرون دي ساعات يعني بتلاقي الدنيا قفلت كده اسبوع، تلاقي كل يوم شبورة كل يوم شبورة، فبتلاقي القصة ابتدت يعني تخرج عن السيطرة، وخصوصا انك انت عايز تروي الأجهزة البوفيتات بتاعتك، فبتبقى الأمور صعبة جدا، تمام؟ وبتبدأ بالحركة الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي هي على الورقة، تمام؟ بتبدأ تشتغل على الورقة بالطريقة ده هي، تمام؟ طيب بعد الإصابة بالورقة دي هتبدأ البقع ده هي بتنتشر شوية بشوية، تمام؟ لحد ما قد تصل إلى الدرنة، زي ما هتشوف في الفيديو وانت ماشي كده، المراحل بتاعة الندوة المتأخرة اهي بادئة، هتلاقيها وانت في الفيديو كده لاحظ، هتلاقي ان هي شغالة الاول على الاوراق، بتعمل اصابة على الجوانب بتاعة الورقة، بعد كده بتعم الورقة كاملة، بعد كده بتنتقل الى الساق، بعد كده بتظهر بقع كبيرة جدا في الحقل، بعد كده بتظهر على الدرنات، ودي أسوأ حالاتها يا جماعة، تمام؟ طيب المصادر بتاعة العدوى ايه؟ هي المصادر بتاعة العدوى بتاع الندوة المبكرة، تمام؟ اللي هي ان سيادتك ابتديت مخلفات الحقل، او الحقل ده هو اتعمل كل سنة بتزرع بطاطس، فالفطر متمكن من التربة بتاعتك، الفطر متمكن من العرش بتاع النبات اللي انت بتسيبه، او مخلفات المحصول من العام السابق، انك انت سيادتك زرعت بدرنات مصابة، ودي طبعا الفلاح البسيط يمكن ما بيشوفهاش. دي كل دي يا جماعة حاجات بتنقل لنا قصة الندوة المتأخرة ده هي، تمام؟ ديت حاجة. الحاجة التانية ان المفروض انا ما استناش ان يحصل اصابة، يعني بحاول بقدر الامكان ان انا ما يحصلش عندي اصابة، بمعنى ان انا اول حاجة بختارها الدرانات تكون كويسة، بحاول اطهر الدرانات دي كويس بمبيد فطري محترم زي اللي قلنا عليه قبل كده، ديا البداية، تمام؟ بعد ما ببدأ ازرع، المفروض مجرد النبات ما بيطلع من على الارض، المفروض كل اسبوع او كل 10 ايام بنبدأ نرش له رش. الرش اللي قبل كده زي الندوة المبكرة، وبتستخدم فيها اكسوكلور النحاس، تستخدم فيها كبريت مكروني، المنكوزيب، الدياسين ام 45، كل المبيدات الريفاس، كل المبيدات اللي هي من شأنها ان هي المبيدات اللي هي كل المبيدات اللي هي ممكن تكون يعني وقائية، بنستخدمها بالنسبة للندوة المتأخرة، علشان يا جماعة زي ما قلنا ان هي بصراحة يعني ملهاش حل، يعني لما بتبدأ يعني ويبقى الامور بتاعتها صعبة. طيب اذا جت عندي الاصابة يا جماعة، افضل حاجة كانت بتوقف معانا كان بوقف الاكواجين برو، في مركب اسمه الاكواجين برو، ما اعرفش حتى لسه موجود في مصر ولا ليه، بس هو ما يزال في الخليج هنا موجود عندنا. الاكواجين برو ده هو
بيعتبر من افضل المركبات اللي بتوقفها. كنا بنرشه، هو كان الباكت 80 جرام، كنا بنرش 3 باكيتات على الفدان عن 200 لتر، فكانوا بيعملوا معانا شغل كويس جدا. فالمبيد ده هو اللي هو الاكواشن برو ده، هو في مادتين فعالين، الفاموكسادون وفي السايموكسانيل، دول مادتين فعالين للي هو حتى لو في مركب فيه ال المواد الفعالة دهيت، بيبقى ممتاز جدا حتى لو مش تحت الاسم التجاري بتاعه، تمام. فكان طبعا بنرش منه بكمية كبيرة، هو المفروض اساسا 80 جرام منه على 200 لتر مية، بس احنا كنا بنحط طبعا 3 لان احنا بنرش بالرشاشة او ما يسمى بالرشاشة الحقلية دي الكبيرة دي، تمام. فبالنسبة للفلاح البسيط او اللي عنده كميات بسيطة بيستخدم المبيد دهوت. عموما هي الندوة المتأخرة بتعتبر يعني بصراحة من أسوأ الحاجات اللي تصادفك في البطاطس، دي أقوى شيء ممكن يدمرك في البطاطس، فعشان كده يا ريت ناخد بالنا منها كويس، وكل ما من شأنه ان هو يحد منها وعدم ظهورها من الأساس يا ريت نعمله، بحيث ان التقوية بتاعتنا تكون مظبوطة، الأرض متشمسة كويس، ان انا اعمل دورة زراعية، كل الحاجات دهيت في مجملها هتخلي الأمور عندك كويسة، تمام. في بقى بعض الناس يعني بتستهون بكلام الدورة الزراعية والكلام ده، هو عايز يزرع كل سنة وفي نفس المكان، فده للأسف الشديد يعني سنة عن سنة بيبص يلاقي الأمور خرجت عن السيطرة والإصابة بتيجي لا محالة فيها، تمام. فيعني أنا من وجهة نظر الشخصية اللي من أخطر الأمراض، من أخطر الأمراض يا جماعة اللي بتصيب البطاطس هي الندوة المتأخرة. زي ما قلت لحضرتك الندوة المبكرة سهلة جدا ما فيهاش مشاكل، بس الندوة المتأخرة خصوصا لو جت بدري يا جماعة في السبعين، في عمر السبعين يوم، بصراحة ربنا يعني دي ممكن تدخل على الدرانات أو ممكن تقضي على حقل بالكامل، وشفنا طبعا أجهزة بيفو تتمحت بالكامل بسبب الندوة المتأخرة ده، هي بسبب ان هو مرض سريع الانتشار جدا 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 اكثر ما تتخيل. بتلاقي البيوفوت فيه كم بقع كده في اليوم الاول، البقع ديت يعني يمكن بتزيد اضعاف كل يوم، لحد في ظل اسبوع بتلاقي الارض اتحرقت خالص، زي اخر صورة حضرتك شايفها في الفيديو. بعد كده طبعا من الورقة للساق، بعد كده بتنزل على الضرنة وبتدمر لك المحصول، وده اللي بنحذر منه. فياريت ناخد بالنا من القصة دهيت كويس. وبشكركم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.